1663. So, we will answer these questions. What sport is Anne practicing now? شنو هو الرياضة اللي تتمارسها؟ Anne, she is playing soccer, كرة القدم. What is the coach doing? شنو تيدير المدرب ديالها؟ He is showing her how to kick the ball. هو تيوريها ولا تيعلمها كيفاش تضرب الكرة. Can she touch the ball with her hands? واش يمكن لها؟ Can I can يمكنني أن أفعل شيئا ما. صافي؟ هل يمكنها أن to touch the ball with her hands؟ واش يمكن لها تمس الكرة بيديها؟ No, she can't. When is the game? When هي متى؟ متى الوقت؟ The game ولا it is on Saturday يوم السبت. Is Anne a good soccer player? واش هي لاعبة جيدة؟ How do you know? كيف تعرف؟ Yes, she scored a goal. Yes, she is a good soccer player because she scored a goal and she seems to listen carefully to the coach's instructions. سجلت هدف ويبدو يبدو عليها أنها تسمع الإرشادات ديال المدرب ديالها. So sports collocations. So now we have how عندنا we have a number of sports هما وغنشوفوا شكون فيهم اللي غنستعملوها مع do وشكون مع go وشكون مع play. يعني شكون مثلا نقول I play كذا وكذا ولا I go كذا وكذا ولا I do كذا وكذا. إذن to play is used with sports that have teams. كاع لي سبور الرياضات اللي فيهم فرق وفيهم rules فيهم قوانين وفيهم competitions اللي هما بطولات تنديروا معهم play. بحالاش؟ بحال to play tennis, play volleyball, play football, play ping pong, baseball. هادو كاملين راهم to play. علاش؟ لأن فيهم team فريق وفيهم rules قوانين وفيهم competitions اللي هما بطولات. دابا go is used with activities where the activity is in the ing form. اي وحدة لقيتي فيها ing في الاخر عارفها بانها go. I go jogging. jog هو جري المشي ولا الجري الخفيف. I go jogging. I go swimming. I go weightlifting. weightlifting هي رفع الاثقال. I go skiing. ski. I go walking. نتمشى. وشي الاخر to do. I do karate. I do gymnastics. I do aerobics. I do taekwondo. I do I go horse riding. فيها ing اصلا في الاخر. فيها ing في الاخر نسيناها. ها هي. اذا في ما لقيتي شي سبور اللي فيه ing في الاخر راه مع go. فين ما كان شي سبور اللي فيه تيم ورولز وكومبيتيشنز راه تنديرو بلاي والاخرين تنديرو ليهم دو. ثم هنايا غادي نشوفو سلايد ذا دايجرام نشوفو هاد الادفيربس اوف فريكونسي. ادفيربس اوف فريكونسي هو ملي تيسولك شي واحد شحال من مره تدير واحد الحاجه. صافي هي الفريكونسي. واحد الحاجة اللي تديرها دائما 100% تقول I always do something. always صافي هذه راها 100%. شوفوهم I always do something 100%. you never راه هي 0%. شي حاجة اللي ما تديرهاش نهائيا. I never do something. often هي شي حاجة اللي 50% تديرها 50% تقول I often do something. usually هي 75%. حنا هادشي راه غير تقريبي راه ماشي اللي واضحين ولا صحاح هما always و never. صافي هادو 100% 0%. اما هادو راه عاطينهم داكشي تقريبي. sometimes قول تقريبا واحد 25% شي حاجه اللي تديرها واحد 25%. صافي والجمله تتكون هكا I always go to school early. I usually
eats my breakfast at 8 o'clock. I often go hang out with my friends. I sometimes read novels. I never watch horror movies. هكذا تسكن الجمل اللي مع adverbs of frequency. صفحة 64 read dialogue 1 on page 62 and study these statements. Dave sometimes plays football with friends. هو في بعض الأحيان تلعب الفوتبول كرة القدم مع الأصدقاء دياله. His coach never asks him to play goalkeeper. المدرب دياله نهائيا ما عمره ما تيطلب منه يلعب كحارس مرمى. She often asks him to be a referee. 50% 50 مثلا الى لعبوا جوج ماتشات ماتش على جوج تتقول ليه المدربه ديالو يحكم ليهم يكون حكم. Practice with a friend. Do you ever هي هاد ever تتعني واش واحد الحاجه فايت درتيها ولو مره في حياتك. مثلا do you ever cook meals. واش يعني واش تطيب في الدار ولو مره في حياتك واش ما عمرك طيبتي. Do you ever play basketball? واش تلعب الباسكت كاع واخا غير مره. Yes I do. نعم العب الباسكتبول. How often do you play? ايضا هاد how often هو السؤال اللي تنسولوه باش يكون الجواب ديالو frequency adverbs اللي حنا شفنا دابا. يعني how often ملي تقول شي واحد how often do you do something هو خصو يجاوبك بهاد frequency adverbs اللي هما always usually often never sometimes الى اخره. اذا how often do you play it, do you play basketball. مثلا I often do. انا مثلا تلعب تقريبا 50%. مثلا how often do you do farm work, how often do you go on picnics, how often do you play sports, how often do you invite friends for a meal, how often do you chat on the internet. كل حاجة من هادو نبغيوك تقول لينا شحال تديرها من مرة. Ask your partner what they always or usually rarely do after school on Sundays when they're happy, when they're angry. يعني انت تقول شي واحد what how often do you مثلا how often do you نقولو حنايا go to school when you are angry. ما تكون نتايا غاضب واش تمشي للمدرسة ولا لا, واش تغوت على الأصدقاء ديالك ملي تكون نتا غاضب angry غاضب happy فرح. مثلا how often do you yell at your friends when you are angry. مثلا إذا شحال من مرة تتغوت على الأصدقاء ديالك ملي تكون نتايا غاضب. مثلا إذا how often do I always مثلا go swimming in summer. مثلا بالنسبه لينا حنا في الغالب تمشيو نعومو في فصل الصيف خصوصا الى كان البحر قريب. My sister مثلا reads novels on weekends ولا usually reads novels on weekends. يعني مره usually تتقرا دي رومو في الويكند. My parents sometimes travel alone. مره الوالدين ديالنا حنا تيسافروا بوحدهم تيديوناش معاهم. فوتبول بلايرز اوفتن جو انجري وين ذي لوز ماتشز. اللعابه ديال كره القدم اوفتن 50% اللي تيبان ليا تيغضبوا ملي تيخسروا الماتشات. ماي براذر ريرلي كولز مي. هاد ريرلي ما شفناهاش قبيله هي نادرا. هادي نقول واحد 10% ولا 8% ولا هكذاك. كولز مي مثلا شي واحد يقول لك الاخ ديالي نادرا ما تيعيط ليا في التليفون. في الصفحه 64 لتحت عندنا واحد المجموعه ديال المعلومات على سام كانتريز اللي هما دول. جريت بريتن اللي هي المملكه المتحده, ايجيبت اللي هي مصر, وموروكو اللي هو المغرب. اريا يعني شحال المساحه بالكيلومتر مربع. Population شحال العدد ديال السكان. ربما هادشي في واحد الوقت 32 مليون في المغرب, دابا راه فايت 40 مليون عندنا حنا في المغرب, يعني هادشي راه قديم. Average temperature in summer شحال تتكون درجة الحرارة في لامويان ديال درجة الحرارة في الصيف. إذا حنا هنايا غنشوفو موروكو is larger than Great Britain. Larger
هذه راها كومباراتيف. شنو هي كومباراتيف؟ هي ملي تنكونوا تنقارنوا جوج ديال الاشياء ولا جوج ديال الاشخاص. هنا اشياء يعني شكو تنشوفوا المغرب او جريت بريتن ياك، وتنشوفوا ويتش وان از لارجر، شكون اللي عنده مساحه اكثر. المغرب عنده 710,850 كيلومتر مربع، بينما جريت بريتن 244,820. يعني ان موروكو از لارجر ذان جريت بريتن، اذا راه ترو. جريت بريتن از مور بوبوليتد ذان موروكو، يعني فيها ناس اكثر من المغرب. جريت بريتن فيها 60 مليون في ذاك العهد، والمغرب فيه 32 مليون، يعني انها جريت بريتن از مور بوبوليتد، مور بوبوليتد ذان موروكو. اذا ترو. جريت بريتن از ذا سمولست، ذا سمولست هي الاصغر من بين هاد الثلاثه ديال الكانتريز. ها هما جريت بريتن هي الاصغر فيهم، يعني الاصغر مساحه. فعلا 244 هذه فيها مليون، هذه فيها 710. اذا هي ذا سمولست. سمولست هنا ما بقيناش نهضروا على كومباراتيف، ولات نهضروا على سوبرلاتيف. سوبرلاتيف انا غادي ندير لكم الرابط ديال هذا الدرس، ما فهمتش هاد الناس يديروا لكم دروس هنا بلا ما يشرحوهم. انا راه عندي هذا الدرس هذا مشروح في سميتو في القناه، مشروح بزاف المرات، ولكن غندير لكم احسن فيديو عندي ديال الكومباراتيف مع السوبرلاتيف، وضروري خصكم تفرجوا في ذاك الفيديو باش هذا الدرس هذا ما يبقاش عندكم فيه المشكل نهائيا. ايجيبت از ذا موست بوبوليتد، ذا موست بوبوليتد هي الدوله الاكثر سكانا من ثلاثه، ايجيبت. وفعلا ها هي ايجيبت فيها 76، دابا راه فيها 100 مليون واكثر، يعني هي ذا موست بوبوليتد، وهي ذا وارمست، ذا وارمست يعني حتى بالنسبة لدرجة الحرارة مثلا في ايجيبت. فعلا لان هي الاغلبية ديالها صحراء، تقريبا تكون الافريج تمبريتشر هي 40 ديجري سيلسيوس في ان سامر. واخا واتس ذا لارجر، واتس لارجر، موروكو اور ايجيبت؟ واتس لارجر، شكون اللي عنده مساحة اكبر، واش المغرب ولا ايجيبت؟ اذا اتس ايجيبت. Egypt is larger than Morocco. Yes, yes, of course. راه ترو. What's the most populated? Egypt ولا Morocco ولا Great Britain؟ شكون اللي فيهم most populated؟ يعني فيهم ناس أكثر. طبيعة الحال راه هي Egypt. Egypt is the most populated of the three. فعلا هي the most populated of the three. دابا حنا نديرو نفس الشيء بالنسبة للأشياء، مثلا printers, laptops و scanners. شكون فيهم اللي cheaper؟ وشكون فيهم اللي هو the more expensive ولا the most expensive؟ نقول مثلا what's the most expensive tool؟ expensive هي غالي الثمن، و the most expensive يعني الاكثر ولا الاغلى ثمنا في هاد الثلاثة هادو. واش هما printers ولا laptops ولا scanners؟ واش هما لي سكانر ولا هما laptops اللي هما الحاسوب، ولا printer اللي هو يعني فين تنخرجوا الوراق وهذا. هايكين وسكين وسايكلين، شكون فيهم وات از ذا ايزيست تو براكتيس؟ شكون هو ايزيست الاسهل فيهم بالنسبه لك؟ واش هايكين ولا سكين ولا سايكلين؟ ايجيبت، موروكو، تشاينا، شكون هما الموست بوبوليتد؟ وات از ذا موست بوبوليتد كانتري؟ شكون هو ذا موست بوبوليتد كانتري؟ الدوله اللي فيها اكبر عدد من الناس. واش موروكو ولا تشاينا ولا ايجيبت؟ تشاينا طبيعه الحال فيها مليار ونص وزياده. يمكننا نقولوا what are more exciting to play؟ شكون اللي تتحس انت براسك فيهم حماس اكثر؟ واش ساكر، باسكتبول، ولا فولي بول؟ what are the most interesting movies to watch؟ شكون هما الافلام اللي تتبان لك يعني اكثر اهميه بالنسبه لك انك تتفرج فيهم؟ واش هورر موفيز، الافلام ديال الخلعه كما تنقولوا حنايا، ولا ساينس فيكشن، ولا اكشن موفي؟ شوف انت شكون فيهم. انا تيبان ليا ساينس فيكشن، ولكن كل واحد شنو تيعجبو. واتس ذا بيست موروكان تي في بروجرام ان يور اوبينيون؟ ذا بيست، الافضل، الافضل موروكان تي في بروجرام، احسن
عرض تيديروه المغاربه على التلفازه المغربيه، تيبان لي احسن ما تيديروه من تيديروا لنا شي ماتش ديال الكره. الشيء الاخر ما عنديش معاه. هو از ذا موست هيلفول بيرسون ان يور فاميلي، شكون هو الشخص في العائله ديالك اللي هو الاكثر مساعده للناس؟ انا ماي ماذر، الام ديالي. واز ذا بيست ولا ذا موست دينجرس سبورت اكوردين تو يو؟ ذا بيست انا بالنسبه لي هو باسكتبول. ذا موست دينجرس سبورت تيبان لي انا هو غادي يكون تا ساكر، تا هي كرة القدم راه تكون دانجرس لان تيمكن لك تضرب، ولكن الفوتبول امريكان اكثر تيتهرسوا فيه الناس بزاف. فوتبول امريكان، واتس ذا كولدست مانث ان يور ريجن؟ الشهر الاكثر برودة في المغرب، حنا جانوري اللي هو شهر واحد هو اللي تيكون الاكثر برودة في المغرب، وذا هوتست هو شهر 8 تيكون عندنا. August هو the hottest month in my region.